قناصة الاحتلال تعدم مسنة فلسطينية في شمال قطاع غزة. خبر عنونته صحيفة ميدل إيست آي البريطانية في الثامن من الشهر الحالي، قبل أن تتحرك آلة الدعاية الإسرائيلية للتغطية على الجريمة التي وقعت في 12 من نوفمبر الماضي، من خلال محاولة إلصاق التهمة بمقاتلي حماس بذريعة محاولتهم منع المسنة الفلسطينية من النزوح عن شمال القطاع. وحدة التحقق من خلال المصادر المفتوحة في التلفزيون العربي تتبعت تفاصيل هذه الجريمة للوقوف على الحقيقة التي حاول الاحتلال التنصل منها. بداية، قمنا بتحديد الموقع الجغرافي للفيديو من خلال مقارنة المعالم الظاهرة فيه، والتي حددنا موقعها عند هذه الإحداثيات، ووجدنا أن المكان هو شارع طارق بن زياد بالقرب من ملعب فلسطين في حي الرمال شمال قطاع غزة. ولتحديد توقيت الواقعة رصدنا الظلال الظاهرة بالفيديو، وتمكننا من خلال أداة سانكالك تحديد وقت الجريمة بقرابة الساعة 8:30 صباحاً بحسب التوقيت المحلي. هذه النتيجة تطابقت وتصريحات حصل عليها التلفزيون العربي من نشطاء وأطباء داخل مجمع الشفاء الطبي القريب من موقع الجريمة، حيث أكدوا إقدام الاحتلال على استهداف وقنص أي شخص خرج من المستشفى في صباح نفس اليوم. بالعودة إلى أحداث 12 من نوفمبر، تمكن فريقنا من ربط الوقائع التي تدين قوات الاحتلال، إذ تزامن هذا التاريخ مع الحصار الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مستشفى الشفاء الذي لا يبعد سوى 730 متراً عن شارع طارق بن زياد، مكان إعدام السيدة الفلسطينية. وفي اليوم نفسه رصد تحقيقنا تصريحاً للمتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل، الذي أكد أيضاً استهداف جيش الاحتلال للنازحين. ولم يكن هذا الدليل الوحيد، بالبحث وجدنا أيضاً تصريحات وزارة الصحة في غزة التي أكدت بدورها انتشار قناصة الاحتلال في المنطقة منذ يوم 10 نوفمبر وحتى ما بعد يوم الجريمة. وفي تحليل التحرك الميداني لقوات الاحتلال نجد أن آلياتها تمركزت في حي النصر في 15 من نوفمبر، أي بعد 3 أيام من الجريمة، حيث انتشرت الصور التي تظهر أحد القناصة على إحدى آليات الاحتلال مع تواجد يثة لطفل صغير في الموقع الذي يبعد قرابة 330 متراً عن شارع طارق بن زياد. بالبحث عن هوية السيدة التي استشهدت برصاص قناصة الاحتلال، رصدنا منشوراً لرئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده يكشف أنها تدعى هالة عبد العاطي وتبلغ من العمر 62 عاماً، وأن الشخص الذي حاول إسعافها هو الطبيب صبح الصوافيري. تفاصيل الجريمة جاءت أيضاً على لسان سارة ابنة الشهيدة، والتي روت كيف أعدمت قوات الاحتلال والدتها التي كانت ترفع الراية البيضاء أثناء نزوحها مع حفيدها تيم الذي قضى يومين تحت القنابل الحارقة داخل منزلهم، وكان هو أيضاً يرفع راية بيضاء. كما رصد بحثنا تأكيد شهود عيان على فظاعة ووحشية هذه الجريمة التي وقعت أمام أعينهم. وأثناء تقصينا لأدلة إضافية، تبين لتحقيقنا كيف اعترف الاحتلال في وقائع أخرى بالسلوك الذي يتنصل منه في هذه الجريمة. ففي منتصف شهر ديسمبر الماضي قامت قواته بقتل 3 من الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا يحملون أيضاً الراية البيضاء طلباً للمساعدة. وخرج تحقيق مبدئي لجيش الاحتلال يقول إن قتلهم جاء عن طريق الخطأ على حد وصفه. وبهذه الوقائع يكون جلياً أن الاحتلال ارتكب من جديد جريمة حرب مثبتة دولياً، إذ تحظر جميع القوانين استهداف المدنيين، كما تسلم جميع الأعراف الدولية بأن رفع الراية البيضاء هو دليل على الاستسلام وطلب الأمان. هذا وتنص المادة 3 من اتفاقيات جنيف على المعاملة الإنسانية لأي شخص لا يشارك مباشرة بأعمال عدائية. كما يصنف نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية جريمة القتل العمد كتلك التي رصدناها ووثقناها على أنها جريمة حرب.